بالنسبة للظروف الحالية في المغرب وفي كافة المدن المغربية، لاحظنا وجود رياح محملة بغبار أو لما يطلق عليه سيرتو في المنطقة هنايا بالعجاج، اكتسح مجموعة من المناطق. بالطبع هذا العجاج أو الرياح المحملة بغبار كيكون عندها بزاف ديال المشاكل عند المرضى العاديين وعند الأطفال وعند الشيوخ وعند الناس، لا سيما عند الناس اللي مرض بالربو أو الأمراض التنفسية أو الحساسيات. فالسؤال اللي كنطرحه في الذات ديالنا احنا فاش كنشوفوا العجاج او الرياح المحمله بغبار، خص يتبادر للذهن ديالنا مجموعه من الاحترازات اللي خصنا نديروهم بالنسبه للامراض. بالنسبه للاطفال، خاص الا عندك الطفل ديالك صغير او لا مراهق او لا في سن تمدرس ولا ما غاديش تكون معاه في النهار كامل انت في المدرسه او في مجموعه ديال الاوقات، لذلك خصك تعطيه مجموعه ديال النصائح، منها ما يتعرضش للرياح المحملة بالغبار أو العجاج في عينيه. إذا كان دري صغير من الأحسن يكون لابس نظارات باش الغبار ما كتدخلوش العين ديالو، والغبار ضروري غتكون محملة بميكروبات أو بحشرات أو شي حاجة. لذلك إذا عندكم أطفال من الأحسن يكون عندهم نظارات، أو نحاولوا ما أمكن نلقاو شي حل باش الرياح ما تدخل الرياح ديك الغبار ما يدخلناش العينين. هذا بالنسبه للاطفال. بالنسبه للناس العاديين، هذا الشيء ما كيعنيش بانك الا كنت من الناس الكبار ما معنيش بالامر، حتى الا كنت معني حتى الا كنت من الناس الكبار او الاطفال او الشيوخ فراه هذا الشيء كيعنيك حتى انت. علاش؟ حيت هذيك الرياح راه تقدر تضر بك حتى انت في عينيك اولا، حيت كيكون واحد الكونتاكت ديريكت ما بين الرياح وما بين الغبار وما بين عينيك اولا، وثانيا الانف ديالك والمسالك التنفسيه والرئه ديالك راه كيوصل هذاك الغبار كامل اللي كتستنشقو. لذلك الا كان الغبار او الرياح يعني اللي سلامتك، من الاحسن ما تخرجش من الدار في هاد الظروف اللي كتعرض السلامه ديالك للخطر. وما كان فاش كنقولوا خطر ما كنهضروش على شي خطر صعيب، يعني ما كنخلعوش الناس ونقولوا راه الخطر كثير ولا، ولكن من الواجب الاحتياط ان بنادم يدير الاحتياطات ديالو حيت ما غادي يخسر حتى شي حاجه. بالنسبه للناس اللي مرض بالامراض التنفسيه، بالنسبه للامراض التنفسيه قبل يعني باش كاحترازا شنو خصو يدير في هذه الوقيته ديال الخريف كتحرك الرياح بزاف، وخاص قبل ما تبدي الرياح قبل ما يبدي الجو البارد، خاص كل اللي عنده شي مرض نفسي تنفسي الربو او لا بي بي سي او الحساسيه او مجموعه ديال الامراض التنفسيه اللي كاينه، خاص الانسان يشوف الطبيب. علاش خصو يشوف الطبيب؟ كاين شي واحد اللي كيكون هاد الوقيته خصو زياده ديال الدواء، خصنا نحتارزو ماشي حتى يطيح في المشكل عاد نديرو له الدواء او نزيدو له الدواء ديك الساعه. حنا من الاحسن يكون داكشي في هاد الوقيته كيكون الانسان معرض بكثرة الى كان مريض بمرض تنفسي. دونك شنو خاصو يدير؟ خاصو يشوف الطبيب ديالو اللي متبع معاه على المرض التنفسي ديالو باش يشوف واش غادي يزيد الدواء، ويشوف واش داك الدواء كافيه ولا خاص ينقص له الدواء. خاص يعاود يشوف ويدير كونترول، حنا كنسميوه كونترول، يعني خاصو يكونترولي الصحه ديالو باش ماشي حتى الوضع ديالو يولي حرج او لا يبقى عاد يمشي ليزيرونس على حساب المرض التنفسي ديالو. بالنسبه للرياح، شنو التاثير ديال التساؤل اللي كيتطرح؟ شنو هو التاثير على الرياح المرض التنفسي؟ واش الى النيف ديالي كان غطيته واش هذا الشيء كافي ولا ما كافيش؟ في بعض الاحيان ما كيكونش كافي هذا الشيء. علاش ما كيكونش كافي؟ حيت الحساسيه او الغبار ماشي ضروري حتى تدخل للنيف ديالك او لا يعني خاص راكين ما نقدروش نمنعوا ان الدخول ديال هاد الغبار للانف ولا الفم ولا العينين ولا مهما كان الاحتراز، يعني خاصنا نديروا اتونسيون ونشوفوا حتى الدواء. يعني كنلو كنديروا اتونسيون كنشوفوا الطبيب ديالنا كنادابتيو الدواء ديالنا على حساب لو بوزوان ديالنا على بوزوان ديال الحاله ديالنا، وسيرتو ما خاصش ناخذوا الدواء بدون استشاره الطبيب، حيت لاحظنا بزاف ديال في لي كونسلطاسيون بان الناس كيشوف راه الجار ديالو ولا الصديق ديالو مريض بالربو، يعني كي بالنسبه للمريض عنده نفس الحاله ديالو وكيقول لك ناخذ نفس الدواء وصافي. هذا الشيء خطير، حيت بزاف ديال الحالات كيجيونا كياخذوا الدواء
ديال لازم ديال الربو او ديال لا بي بي سي او ديال الحساسيه بدون وصف الطبيب، بمجرد ان هذاك جاره ولا الصديق ديالو ولا الزوجه ديالو عندها نفس الاعراض اللي كتبان له هو، وكيبقى ياخذ معاها نفس الدواء، فهذا الشيء خطير. لازم الاشاره لهذا المشكل، يعني الدواء خص يكون بوصف الطبيب. وبالنسبه للرياح كيفاش كتاثرنا على الجهاز التنفسي ديالنا؟ الجهاز التنفسي ديالنا فيه دي برونش، يعني الرئه ديالنا عندنا يعني جوج ديال الرئات، رئه يمنى ورئه يسرى، فيهم دي برونش، كاين لا تخاشي وكاين لي برونش. فاش كيكون الرياح او لا كيكون واحد التقلص، كيكون كتكون حساسيه ولا كيكون عند مرضى الربو ولا بي بي سي او، كيكون واحد التقلص واحد الانشداد ديال هاد لي برونش، فكيكون كتكون صعوبه في اخراج داك التنفس. يعني انت كتدخل نفس ولكن ما كتقدرش تخرجه، يعني كيكون صعوبه في التنفس. في هذه الحالات كاين لا سالبيطامول، هي يعني لا سال ولا كما كيسميوه الناس الرابوز او الرابوز، كاين مجموعه ديال الرابوزات. بحال في هذه الحالات كان واجب الاشاره للرابوز ديال لا سالبيطامول عند الامراض ديال الربو، خاص ديما يكون عندهم في الدار، يعني في هذه الفترات يعني خاص يكون عندك ديما الدواء ديالك، حيت ما كتعرفش الوقيته اللي غادي يكون عندك فيها المشكل. لا سيما الامراض التنفسيه راه كتجينا في الليل، يعني مع 12 الليل او 10 الليل او 9 الليل، حيت في هذيك الوقيته الانسان كيكون في الدار ديالو، خاص من الاحسن يكون عنده الدواء ديالو، ماشي حتى يجي الليل عاد تبقى كتقلب على السبيطار وعلى الطبيب وعلى هذه، حيت ما كتكون ما درتش ما خديتش الاحتراز ديالك، يعني ما درتش اتونسيون من انه يقدر يوقع لك في اي لحظه. زياده على داك الشيء هضرنا على الاطفال، هضرنا على الناس المرضى بالامراض التنفسيه، بالنسبه حتى للشيوخ، حتى الناس الكبار. علاش الناس الكبار كنهضروا عليهم وكان كنجبدوهم في هذا الموضوع؟ لان حتى الناس الكبار كتكون المناعه ديالهم ضعيفه، فملي كتكون المناعه ضعيفه يعني كيكون الميكروبات او الامراض التنفسيه كتكون كتاثر عليهم بشكل كبير. بالنسبه للناس الكبار ما كنقدروش، يعني واخا كيجيونا في لا كونسلطاسيون اننا كنشوفوا واحد الناس كبار، ما كنقدروش نعطيهم واحد الدواء كثير، بحكم ان المناعه وبحكم ان الجهاز الهضمي ديالهم كيكون تا هو ضعيف. لذلك يعني حنا كنحتارزو اكثر ما كنعطيو الدواء، يعني اللهم ناخذوا التدبيرات الاحترازيه احسن ما ناخذ الدواء. يعني هادو هما النصائح اللي نقدر نقول انا للناس، وحنا مقبلين على الجو البارد، وحنا مقبلين على بزاف ديال الرياح، يعني في هذا الوقت ديال الخريف والوقت ديال فصل الشتاء كيكون كيكثروا الامراض التنفسيه وكيكثروا الامراض المعديه. فبالنسبه لك انت الطفل ديالك الا غادي يمشي للمدرسه غادي توصيه، غادي تقول له الا كان شي تلميذ كيكح او لا كتظهر عليه شي علامه ديال سيلان انف ولا، خصك تبتعد عنه وتقولها للمعلمه ديالك او الاستاذ ديالك باش ما تقربلوش. وكاين مجموعه من الامراض المعديه اللي خاص الاساتذه والمعلمين والمدراء ديال المؤسسات حتى هما ياخذوا هاد الاحترازات. يعني الا كان شي واحد مريض من الاحسن ما يقراش، يعني اليوم واحد مريض غدا 20 ولا 30 مريض، هذا بالنسبه للاطفال. وبالنسبه بزاف الناس غادي يسولوا واش الكمامه واش واجبه في هذه اللحظه. حاليا ما غاديش نقدروا نقولوا للناس دير الكمامه او لا ما ديرهاش. حاليا حنايا الحمد لله الوضع في المغرب مطمئن، يعني ما كاينش مشكل، ولكن الا كان الجو البارد وكان الريح وكان الامراض التنفسيه بكثره في المدارس او في اماكن العمل، فالوضع الكمامه هو يعني واحد السبيل واحد من سبل الوقايه اللي نقدروا نديروهم. ثانيا يعني نقدروا نقولوا من اسباب الوقايه انك تشرب الماء بزاف، يعني انك انفو كتشرب الماء بزاف هاد لي برونش ديالك راهم كي اوميدي فيها. شنو هي زعما الهوميديفيكاسيون ديال لي برونش؟ شنو هي؟ انك كيرطابوا، كنحاول نهضر بالدارجه باش الناس كلها تفهمني، كيرطابوا وحتى هذيك اللي كتكون عندنا في لي برونش، العصاره اللي كتكون عندنا في لي برونش كتخرج، يعني كيجيك المريض كيقول لك راه كنكح وما كتبغيش تخرج لي، مكان كنحس براسي مزير ولكن ما كنخرجش شي حاجه. فكاين الماء هو من احسن لي ليكيد اللي نقدروا نشربوهم باش كيخرجوا، باش كنخرج باش السطر ديالك ما كيبقاش عامر. هذا الشيء اللي نقدر نقوله بالنسبه لهذا الموضوع. وبالنسبه للكوفيد، بالنسبه للمرضى المرض ديال الكوفيد او فيروس كوفيد، هو راه كينتشر في هذه الفترات ديال
ديال البرد وفي هذه الفترات ديال الأمراض المعدية، هو كيكون واحد من الأمراض المعدية، ما خصناش نتخلعوا منه ونقول وراه رحنا ولينا لهذاك العهد ديال 2019 و2020 ونتخلعوا ونخافوا بزاف. لا، ما خصش نخافوا، حيت هذاك راه فيروس بحاله بحال لاغريب، بحال لي فيروس كاملين، ما خصش نخافوا، غير خصنا نحترزوا، خصنا ناخذوا الاحترازات ديالنا، نديروا الكمامة إذا كان الزميل ديالنا في العمل، أو لا شي طفل من الأطفال في المدرسة مريض بالكحة، أو لا كي عنده السعال، ولا عنده شي حاجة الأمراض التنفسية، من الأحسن نديروا الكمامة ديالنا كوضع احترازي، ولكن بدون خوف، وبدون حيت شحال من مرة غادي نبقاو حنا خايفين من واحد المرض معدي اللي هو ربما بسيط، وكان ركبوا في الأولاد ديالنا وفي في الزملاء ديالنا واحد النوع من الهلع ومن الخوف، فكنعالجوا مرض معدي اللي هو كيتعالج بأمراض نفسية. يعني حنا ما كنعالجوش المرض الفيروسي بمرض نفسي، يعني الاحتراز واجب، ولكن الهلع والخوف ما عندوش لزوم.